أهلا وسهلا بكم في قناة شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. وفي هذه اللحظات رجال الأمن الشرطة العلمية والتقنية تدخلوا على الخط بخصوص الجرجة اللي لقاوها في المنزل. إذن تبع قناة شوف تيفي، لازلتم معنا في المباشر مدينة الدار البيضاء. وفي هذه اللحظات رجال الأمن والشرطة العلمية تدخل على الخط ديال العثور على جثة ديال شخص داخل الشقة ديالو، حسب المعلومات اللي توصلنا بها من خلال الناس الجهة ديال الساكنة، أن هاد السيد هذا تبلغ من العمر تقريبا 45 أو 47 سنة، وساكن بوحدو منجوش، وسيعمل كأعشاب بائع للأعشاب، بائع متجول للأعشاب. تتبع قناة شوف تيفي، نزلت معنا في المباشر مدينة الدار البيضاء بالضبط من منطقة رحمة. في هذه اللحظات الشرطة العلمية تدخل على خط العثور ديال الجثة ديال واحد الرجل في الشقة ديالو اللي كيبلغ من العمر تقريبا 45 أو 47 سنة، حسب الأقوال ديال الناس الجيران الساكنين اللي معاه في العمارة، وتستغل الشاب وينتمي لمنطقة دكالة حسب المعلومات اللي عندنا. كذلك من خلال الناس الساكنة أن العائلة ديالو توصلوا بالخبر في انتظار أنهم يجيو لهذا المكان هذا.
هذا هو الطبق اللي تتواجد فيه الشقة ديال السيد اللي لقاو ميت في المنزل ديالو. هذا بالضبط في منطقة تاعهم حمات النخيل. ندعو له بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال. إذا تتبعي قناة شوف تيفي، لازلتم أنا في المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبخصوص موضوع ديال الجثة اللي تم العثور عليها داخل شقة، وهاد الشخص هذا عايش لوحدو، تيبلغ تقريبا ما بين 45 أو 47 سنة، وفي هاد اللحظات غنقدرو نعرفو بالضبط شنو واش غتم نقل الجثة ديالو دابا أو لا، ينتظرو بما يجيو العائلة ديالو. لا ما شدت ما شدت يا صاحبي. إذا متتبعي قناة شوف تيفي توصلوا مباشرات آخرين بخصوص هذا الموضوع هذا، وإلى هنا استودعكم الله وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.